النشابة أو المرق أو الشوبك أو فرادة العجين زي ما بتحبوا تسموها تعتبر من الأدوات الأساسية في المطبخ. عشان تحافظي عليها تضلها بكفاءة وخصوصا إذا كانت مصنوعة من الخشب الطبيعي امسحيها من وقت لوقت بشوية زيت زيتون بهالطريقة، مجرد نقطة من زيت الزيتون وأبتدي أمسحها على النشابة. ونتأكد دايما أنه بعد ما نشتغل فيها نمسحها فقط بفوطة خفيفة، ما نغسلها، ما في داعي أبدا نغسلها، ونحفظها في مكان معرض لهواء دائما عشان ضلها ناشفة. المرق أو النشابة أو الشوبك من وقت لوقت بنحب دايما نجدده ونشيل الطبقة الخارجية اللي عليه، إذا كان طبعا هذا الكلام فقط ينطبق على المرق الخشب أو الشبك الخشب، لأنه في أنواع بتبقى ستيل وبلاستيك، فأنا بتكلم فقط عن الخشب. ممكن أجيب قطعة من ورق الصنفرة الناعم جدا وأفركها على المرق بهالطريقة مع التحريك بشكل منتظم بهالطريقة لغاية ما أشيل طبقة خفيفة خالص من الخشب. بعد هيك بمسحها بفوطة قطنية عشان أتخلص من بقايا الصنفرة.